اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بالعجز في مواجهة السكان العرب في منطقة النقب عقب الأحداث الأخيرة في المنطقة، وقال بنت خلال مقابلات صحفية إنه توجد عدم قدرة على حكم المواطنين العرب في النقب، مهددا بإقامة جدار حديدي ضدهم. وأوضح أنه في الأعوام العشرين الأخيرة فقدت إسرائيل بقدر كبير النقب بسبب ما وصفه بغباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مشيرا إلى أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم المعارضة الشديدة لها من قبلهم وزج مئات أفراد الشرطة الإسرائيلية من أجل قمع المعارضة هناك.